أسعد الله مساءكم بكل الخير. سجل في المملكة هذا اليوم 6 حالات شفاء، 3 منها في مستشفى الملك المؤسس، حالتين في مستشفى الأمير حمزة، وحالة في مستشفى الملكة علياء. أما داخل المملكة فلم تسجل أي حالة كورونا لهذا اليوم، ولكن على الحدود في منطقة العمري تم تشخيص 8 حالات لسائقي شاحنات دخلوا المملكة اليوم وثبت إصابتهم بفيروس كورونا، 3 أردنيين و5 أجانب. يتم التعامل مع هذه الحالات وفق البروتوكول الموجود، وبالتالي تصبح مجموع الحالات 425 إذا حسبنا 8 حالات. أريد أن أؤكد لجميع الأخوة الذين يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المجلات العالمية بأن العديد من الأبحاث تصدر من هنا وهناك، جميعها أوراق بحثية غير مثبتة وتحدث الإرباك لدى الرأي العام عند قراءتها من غير المختصين والترويج لها. نحن في لجنة الأوبئة وفي وزارة الصحة وبالتشارك مع الخدمات الطبية والجامعات نتابع هذه الأبحاث وهذه العلاجات بشكل مكثف، وأي شيء ممكن تطبيقه في المملكة سوف نطبقه عندما تثبت صحة وفاعلية العلاجات وعندما يصبح مجازا رسميا من الجهة التي أصدرتها. لغاية الآن لم يتم إجازة أي علاج من العلاجات التجريبية. إذا نحن لغاية الآن 280 علاج اخترعوهم الشباب يعني في الأردن وبيجيبوننا إياهم وبيحدثوننا حالة إرباك، فكيف بالخارج؟ لذلك يجب التوخي الحذر عند قراءة التقارير العلمية والتحاليل، هي لمختصين في علم الوبائيات والأمراض، يستطيعون تقييم الأمور بشكل أفضل من خبرتهم والتعامل مع هذه الأمور بشكل أفضل. حماكم الله وحمى الأردن وقيادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.